السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالتي. قبل ما نحكو على الفيديو خالتي، القناة راني فاتحة جديدة. على الأقل عاونونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتخلونا تعليق صغير خالتي. بالنسبة للناس اللي طلبت تطبيقات أو مواقع فيها الربح من عملية سهلة وبسيطة، خالتي اليوم عندي موقع جديد فيه الربح 1 دولار بطريقة سهلة وبسيطة. خاوتي الموقع هذا دوك نخلي لكم الرابط تاعو اسفل الفيديو، نزيد نشرح لكم في الوصف ونخلي لكم ثاني رابط الموقع في الفيديو. بالنسبة لما يخص خاوتي طريقة عمل التطبيق، فاصل ونواصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خاوتي بعد ما تدخل، دوك نخلي لك الرابط اسفل الفيديو، وبعد ما تكليكي على الرابط تخرج لك الصفحه هذه كما راكم تشوفوا فيها. خاوتي طريقه العمل سهله، اللي ما يعرفش يسجل. واش نديرو حنايا؟ نروحوا مباشره انضم الان. احنا نروحوا لهذه انضم الان مجانا. خاوتي نكليكيو عليها، نكليكيو عليها هنايا يدخل لنا هذا هو الموقع. هنايا اللي عنده مسجل في الموقع، اللي ماهوش مسجل في الموقع دير تسجيل الدخول والله يجي لهنايا يسجل. هذه تسجيل الدخول اللي عنده كونت، واللي ما عندوش كونت يروح يسجل. خاوتي طريقة التسجيل الأغلب يعرفها، نروحوا مباشرة خاوتي نسجل ونعاود نرجع لكم. خاوتي بعد ما تسجل تخرج لك الصفحة هذه كما راك تشوف فيها. انت في الاول يخرج لك هنايا الرصيد الحسابي، يخرج لك صفر، وهنايا رصيد الشراء اللي هي حاطينها 1500 سوتشي ولا 1000 سوتشي خاوتي. وعندك هنا الاحالات، هنا هذه هي الصفحة الرئيسية تاعك. دوك نوريها لكم الصفحة الرئيسية كيفاه. هذه هي الصفحة الرئيسية، هنا العضوية، هنايا مبيعات الاعلانات. خاوتي دوك نروحوا لطريقة عمل التطبيق. اول حاجة خاوتي وين نروحوا لهنا، هذا 3 نقاط نكليكيو عليهم بالشكل هذا. هنا عندك المهام تاعك انتيا خاوتي، انت وين تروح مباشرة يوميا تدخل للموقع هذا تدير المهام هذه وتعاود تخرج. ما تديش من الوقت تاعك 2 دقائق 3 دقائق مام با تكمل المهام تاعك وتعاود تغلق الكونت تاعك. يوميا كل صباح ولا مع الحشية ولا وين ما تكون قاعد تدخل تنفذ المهام. اول حاجة وين نروحو للاعلانات، شاهد الاعلانات. خاوتي هذه هي شاهد الاعلانات باش تجمع النقاط من موقع. احنا واش نديرو؟ نكليكيو على شاهد الاعلانات، يخرجونا 3 اعلانات. هذا هما راكم تشوفوا فيه. حنا نبداو بالواحد، هذا 1 وهذا 2 وهذا 3. انت اول حاجة واش ديرها؟ تدخل تصفح الاعلانات، يخرج لك بالشكل هذا. اللي ما يعرفش خاوتي دوك نوري له، يخرج لك باللون هذا ازرق. انت كيفاش تربح من الاعلان؟ هنايا فيه 60 ثانية. احنا ما نروحوش 60 ثانية باسكو راه نوريكم. انت هذا كامل تتفرجهم، نروح لك الواحد فيه 15 ثانية، 10 دقائق. ها وين واحد فيه 10 دقائق. نعطيك مثال هذا، انا واش ندير؟ نكليكي عليه بالشكل هذا خاوتي، تفتح لنا الصفحة هذه وحدها، هذه الاولى. احنا وين نروحو؟ نروحو للزوجة. هنا راكم تشوفوا دوك كي تكمل 10 دقائق يولي اكحل اسود، هنا راه يقول لي ربحت 1 سوتشي. بهذه الطريقة خاوتي تخدم تكمل المهام. هنا راه عندك المهام 1 2 هذو كامل مهام. خاوتي بعد ما تكمل المهام الاولى تولي للمهام الثانية اللي هي اعلانات النوافذ. هذه هي اعلانات النوافذ، واش تروح دير؟ تروح لاعلانات النوافذ. نفس الشيء خاوتي، نشوف لكم واحد في 10 ثواني. هنا واش نديرو خاوتي؟ كالعادة نكليكيو عليه، نكليكيو على الرابط بالطريقة هذه، وهكذا نقدرو نحسبو الثواني. دوك هنايا
دوك هنا يبدأ يمشي لنا الخط هذا. خالتي هكذا باش ما بعد ما تكمل تعاود تولي لهنا تلقاه ربحت واحد سوتشي. خالتي بعد ما تكمل اعلانات في هذا الفرع تعاود ترجع لهنا ودير اعلانات الفيديو، تروح لاعلانات الفيديو. خالتي هذو مهام سهلة وبسيطة، هنا تتفرج لي فيديو، عندك لي فيديو هم عندي ثلاثة فيهم 1.1 فيهم 1.3 2.2. خالتي انت بعد ما تجمع النقاط راهم يخرجوا لك في الصفحة الرئيسية. خالتي بعد ما كمل هذو التطبيقات، خالتي عندي هنا العروض وعندي السامبور. انا العروض هذه من الاحسن، واذا بغيتوا تاخذوا رايي العروض هذه ما تخدمهاش، تدير المهام تاع مشاهده الاعلانات، كمل مشاهده الاعلانات وارواح لهنا مباشره للشركه التابعه. خاوتي انت واش دير في الشركه التابعه؟ انا تروح تكليكي على الشركه التابعه، هنا يخرج لك عندك الاحالات وعندك مواد ترويجيه وعندك السوق. احنا وين نروحو؟ نروحو الإحالات. هنا راه عندي 11 إحالة الصوتي هنا التابعة. خالتي هذو هما الإحالات اللي ضايفهم أنايا. خالتي من بعد انت وين تروح؟ تروح مباشرة المواد الترويجية. خالتي يعطيك في المواد الترويجية يعطيك رابط، يعطيك الرابط الخاص بك. ها وين الرابط الخاص بك؟ خالتي انت واش دير؟ تنسخو وتبعثو لاصدقائك او تحطو على الفيسبوك او في مجموعة تاع انترنت للربح من انترنت. خالتي ناس بزاف راه ما تعرفش طريقة الاحالات. خالتي اي موقع انت واش ديرلو؟ تهز رابط الاحالة تاعك وتحطو في مجموعات تاع الربح من الانترنت اذا راك حاب تجبد احالات، لانه ما كاش اللي يعرف الرابط تاعك. باش يعرف الرابط تاعك اللي تحطو في مجموعات تاع الربح من الانترنت. خالتي ننسخ الرابط تاعي ندير له هكا، هاو هنا دير لي النسخ بنجاح، نروح نحطه في مجموعة تاع انترنت ولا نبعثه للأصدقاء تاعي على صفحتي في الفيسبوك، وهكذا نقدر نجيب إحالات للموقع تاعي ونربح من أرباح نربح من الإحالات. هنا كل مثلا 100 سوشي صاحبك يجمع 100 سوشي انت يعطوك 10%، يعطوك 10%. خالتي بعد ما تكمل الإحالات، ها من الإحالات أشفوا عليهم. خالتي هذا واش كاين في الموقع؟ أول شيء نعاود نشرح لكم، أول شيء تجي الإعلانات، تشاهد الإعلانات تلقى فيهم ثلاثة، هذا الإعلانات تخدمهم، تكمل الإعلانات تعاود تغلق تاعك وتروح الشركة التابعة، تهز الرابط تاعك تنسخو تبعثو لجماعة أصحابك. لما توصل الألف سوتشي تبدلها يعطوك 1 دولار. خاوتي ما تلقاوش موقع أسهل من هذا، هذا بالتجربة تاعي ما كاش موقع للربح من الانترنت أسهل من هذا. عنده مهام سهلة وبسيطة، تهز المهام تاعك تكمل المهام تاعك تغلق، ما يخش الوقت أقل من 3 دقائق أو 4 دقائق تكون كملت المهام تاعك. خاوتي رابط الموقع راح نخليكم في الوصف وفي أسفل الفيديو. خاوتي ما تنسوش ديرنا اشتراك وتفعلوا الجرس هكذا باش نوصلوا لأكبر عدد من المشتركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موضوع جديد إن شاء الله.